طب ما تيجي بقى نروح للشق يعني المسابقات الجمال، وبرضه لان احنا زي ما كنا بنقول في الانترو احنا ميكس او معانا شخصيه برضه ما زال المجتمع عندنا شويه بيشوف انت يعني ليكي طريق واحد، يا تبقي بقى بنت حلوه وخلاص يبقى حياتك احنا كلنا شايفينها هتترسم بشكل معين، او تبقي بنت شاطره وذكيه وبرضه هنرسمك احنا في خيالنا بشكل معين، لكن فكره ربط الاثنين ببعض، انا ممكن اكون بنت شكلي كويس ولبسي كويس وبهتم بنفسي كبنت وفي نفس الوقت انا عندي طموح وناجحه في شغلي و الى اخره. دي نماذج بقينا مؤخرا بنشوفها، وعشان كده يمكن المجتمع ابتدى يقول اه لا احنا عندنا لا، ومش كل بنت حلوه مش ذكيه، ومش كل بنت بلوند انت عارفه في كده ستيريوتايبس العالم بيحطها. فخلينا نروح للشق ده برضو، انت خدتي يعني مسابقات كتيره وفزتي في حاجات كتيره برضو. والله هو الفوز في مسابقه ملكات الجمال دي هي بصراحه جت بالصدفه، بس انا كنت طبعا الحقيقه ان انا اصريت بعديها، لان انا كنت شايفه الناس اول ما ابتدت يعني دخولي لمجال لا مش الرياضه ملكات الجمال، كانت الناس اوريدي عندها مشكله كبيره في ان البنت مرشحه من مصر كانت بتلعب كوره، وده انا شفته بنفسي. اوكي. الناس ما كانتش تعرف ان انا فكانوا بيتعاملوا مع يعني من ضمن الحاجات اللي كانت بتضحكني جدا ان لما اتكتبت في الجرايد ان في بنت هي المرشحه لملكه الجمال او مرشحه من مصر لملكه الجمال، دي لاعبه او حكم دولي كره قدم، كانت الناس بتبقى اللي هو ايه ده؟ هو يمكن الصوره معانا بس انت شكلك كان مختلف قوي برضه. عشان شعري كان اطول واغمق. يعني عمري ما اقول هي صح يعني شكلي بيختلف بصراحه ما بين مش عارفه لا انا فعلا شكلي بيختلف جدا ما بين الوانات الشعر وما بين كل فتره وفتره ما اعرفش. ففي الفتره دي انا كنت الناس عموما اللي كانت قائمه على ملكات الجمال لما رئيسه المهرجان اختارتني كنت مبسوطه جدا، بس كنت حاسه ان انا عمري ما هكسب، انا ما بعرفش البس تمام، ما بعرفش امشي دراس ده حقيقي. فكنت حاسه فعلا ان انا ما اقدرش اواكب الحته دي، وقعدت اتعلم عليها فتره، وده كان من ضمن الحاجات الجميله بصراحه اللي انا اكتسبتها في الفتره دي، يعني ان انا اثبت ان البنت ليه البنت اللي بتلعب كوره ما يبقاش شكلها كويس وتبقى مثقفه وتبقى متعلمه وتبقى عندها دماغ وتقدر تحقق طموحاتها وكده يعني. فدايما كان ده السؤال، انت عارفه ان اغلب البنات اللي بتلعب كوره في امريكا كلهم توب موديل، مش ناس كتير بتعرف ده. بتقولي له ايه؟ بقول له يروح بقى على هناك. انا شايفه كده. خلص بس الفقره دي واتفرج او نجيب حد نستضيفه.